المسؤول عن العمل داخل البساتين هو اللي بيتحمل فعلا عبء كل مشكله بتحصل عنده، وان هو المفروض يحلها باقصى سرعه عشان يحافظ على انتاجه. في البدايه برحب بحضرتك، انا عرفت ان اسمك الاول ابو الميزان. نعم. اسمك بالكامل ابو الميزان رضوان، تقني فلاحي مسوع عند الضيعه. اهلا وسهلا بحضرتك ابو الميزان. تفضل. لما نيجي نشوف مشاكل موجودة عندنا في المزرعة دي، أكيد شيء بيبقى سيء بيأثر. لما نيجي نحكي كده نقول إيه المشاكل اللي كانت موجودة عندنا، إيه المشاكل اللي أنت كنت بتعاني منها؟ كنت أعاني فعلا من كثرة الملحة في المية كتير بزاف. عندنا أبار فيهم ملوحة 8.8 وآخرين 5، وعندما نريد سقي الأشجار لا تحمل تلك الملوحة. فعلا اضطر للبحث عن جهاز او امكانيه نقص الملوحه في المياه، وبعد جهد وبحث تمكنا بفضل الله من وجود دلتا وتر من خلال الفيسبوك ومن خلال الاعلام، والحمد لله اتصلنا بالسيد الوكيل في المغرب، جاء عندنا هنا للضيعه، قدمنا شرح لنا بان الجهاز فيه كثير حلو، وشرح لنا بان فيه مزايا كثيره لنقص الملوحه في المياه. شايف معاك ارقام. نعم. عباره عن ايه يعني؟ تشرح لي كده عشان نبقى عارفين نسبه الملوحه كانت عندنا كام. نسبه الملوحه في نسبه الملوحه قبل في فعل جهاز دلتا وتر كانت مرتفعه. بفعل جهاز دلتا وتر في ركبناه، اخذنا تحاليل في الاوراق من سنه تقريبا بين الجهاز تركب على 4 شهور بين التحاليل الاخرى. بعد 4 شهور تبين ان النتيجه الحمد لله. كانت كام وبقت كام؟ مثلا في كان عندنا الازوت كان السنه الفائته 1.66، السنه ان شاء الله 2.06، يعني بتحسن اختفت يعني زادت بواحد يعني وصلت في متوسط الحمد لله. تمام. بقينا نعاني من مشكل الازوت كثيرا، وبقيت الان مثلا الفوسفور البوتاس المغنيسيوم الكالسيوم الحمد لله كل شيء ارتفع في الاوراق. يعني احنا مش بنحلل المايه بس، احنا بنحلل المحصول نفسه او الثمر نفسه. الاوراق نسبه العناصر بقت فيها كام بعد استخدام الماء المعالج مغناطيسيا؟ في تحسن في خواص الثمره، في خواص الشجره، الاوراق نفسها اللي هي المفروض ان هي مصنع الغذاء للثمره، كل الخواص بتاعتها والعناصر الغذائيه بقت اقوى وموجوده بنسبه كبيره داخل معمل الغذاء للثمره. تقدر يعني انا شايف ان انت خدت خطوه ايجابيه. ممكن ناس كتير قوي تسمع ان في تكنولوجيا حديثه لمعالجه المياه وما يقدمش على هذه الخطوه، انت اتحركت وخدت هذه الخطوه، تقول ايه عنها للمزارعين؟ نقول ان شاء الله يتوكلوا على الله بان النتيجه 100% او 100 اكثر من 100 مضمونه، والحمد لله عنده مزايا، ينقص في الهنجري، ينقص في المياه، ينقص في الغبار، ينقص في المواد الكيماويه، وان شاء الله مين يشوف عندنا نتيجه احسن ان شاء الله. بغيت يزاد عنده الكاليبر، غادي يزاد عنده الوزن، الحبه الثمار غادي يزاد عنده الوزن، غادي يبان ليه النتيجه ان شاء الله في الشجر بانه تغيرت الورقه ولات كبيره شويه، الشجره كبرت شويه حتى هي الحمد لله، وغادي يزاد عنده ان شاء الله انتاج. كنصحوا ان شاء الله، كنصحوا جميع الفلاح المغاربه واللي عنده الملوحه في الابار يجرب يدير التواطر، وغادي يلقى ان شاء الله النتيجه بعون الله ان شاء الله.